السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا العنكبوت في المنام لها الكثير من الدلالات التي تفسر أغلبها بأنه نذير شر، وأن الله ينبه الحالم بأن ينتبه في الفترة القادمة. ويختلف تأويلها عند كثير من المفسرين باستنادهم إلى بعض الرموز والعلامات كشكل العنكبوت ولونه، وكذلك حالة الشخص الرائي وظروفه إذا كان رجلا أو امرأة متزوجة أو عزباء أو أرملة. فعلى سبيل المثال، رؤيا لدغة العنكبوت في المنام تدل إلى أن هناك أشخاص مقربين من الرائي سيقومون بالضرر به. أما رؤيا غزل خيوط العنكبوت في المنام فهي تشير إلى ما سيتعرض إليه الرائي من أزمات وصعوبات كبيرة في الفترة القادمة. أما رؤيا التخلص من بيت العنكبوت في المنام فهي إشارة إلى توبة الرائي واتجاهه للالتزام والتقرب من الله عز وجل. رؤيا العنكبوت على الفراش في المنام تشير أن هناك امرأة سلوكها سيء وتقترف آثاما كثيرة ومعاصي، كما أن رؤيا العنكبوت يغزل خيوطه في بيت شخص ما أو في جدران الغرفة، فهذه إشارة إلى نظرة الرائي السلبية وعدم تفكيره بشكل صحيح، وأنه قد يحاول أن يسبب الضرر لغيره. رؤيا العنكبوت الأحمر أو الأسود في المنام تشير إلى وجود شخص يكره الرائي ويحقد عليه ويحسده ويتمنى له الموت لا قدر الله. أما العنكبوت الذي يكون بلون آخر كالأصفر منه والأبيض وغيرها من الألوان الترابية، فهي إشارة إلى امرأة سيئة لا يحبها الناس ففي قلبها مرض. أما رؤية العنكبوت بشكل عام واتفق عليه جميع المفسرين فإنها تشير إلى شخص سيء بالقرب من الرائي يخدعه ويسعى لإلحاق الضرر والأذى به، فليحذر حذرا شديدا. فهذه الرموز قد تخيف الرائي، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الرموز كي يحذر عباده من كيد شياطين الإنس والجن. السلام عليكم.